التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح صباح اليوم مع فخامة ألكساندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة في مبنى قصر صربيا الرئاسي، وذلك على هامش ترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للذكرى 60 للمؤتمر الأول لدول عدم الانحياز، والذي تعقد أعماله في عاصمة جمهورية صربيا بلغراد خلال الفترة من 11 إلى 12 من أكتوبر الجاري، حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، والتي سيحتفل بمرور 60 عاما على تأسيسها في عام 2023 وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، كما تم مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما التقى ظهر اليوم مع السيد نيكولا سيلاكوفيتش وزير خارجية جمهورية صربيا الصديقة، وذلك على هامش ترأس معاليه لوفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للذكرى 60 للمؤتمر الأول لدول عدم الانحياز، والذي تعقد أعماله في العاصمة الصربية بلغراد خلال الفترة من 11 إلى 12 من أكتوبر الجاري، حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة الكويتية الصربية، والتي سيحتفل البلدان الصديقان بمرور 60 عاما على تأسيسها عام 2023 وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، ومناقشة آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.